بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح بأواني في السنة صدور أوليائه وروح بسماء أحاديثه أرواح أصفيائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منفرد في صمد يسير بعز كبريائه، واصل من انقطع إليه بجميل آلائه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل بصحيح القول وحسنه رحمة لأهل قربه وولائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه. اللهم إنك أنت النور فنور سرائرنا بنور الحكمة، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط العصمة، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك، واجعلنا من دعاة الرفق والرحمة، قنا فتنة القول وزلل الغول وادعاء الحول، لا حول ولا قوة إلا بك، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا، ارضه بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير، فسبك التيسير والمعافاة. وبعد، فنعود أو العود أحمد لإعادة إسماعي موطئ مالك من الابتجال لأمر عارج في التسجيل وفي المسمع. وذلك لغرض وضع المجلس الحديثي إسماعي المدون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصنيف الإمام مالك إسماعا يتأتى معه متابعة المتابع وتصحيح المصحح والتنبيه على ما يمكن التنبيه عليه في حدوث المتاح والمستطاع. فنبدأ إن شاء الله مستعين بالله، ولكن قبل أن يسمح للقارئ بالإسماع بغي أن نذكر بأن لنا إن شاء الله تشين الداعي إجازة من مشيختنا لهذه الأصول، تعددت واختلفت، وهي مجموعها إن شاء الله تصحح لنا أصل هذه النسبة. في ذلك نسمع للقارئ بأن يقول بالسند المتصل إلى سيدي عبيد الله بن يحيى قال، ويسمي الكتاب أولا من كتاب وقوت الصلاة، قال أي هو حدثني، ويذكر يحيى بن يحيى يعني والده، ثم استمر. هذه واحدة. وثانيها نحاول ما أمكن أن نخلخل سكون هذه المجالس لفائدة المجالس، ولأن بهذه الخلخلة المفيدة أننا نتعاون معا في عند كل باب بصدد كله نكون بصدد كتاب جديد على لون من لون الإحصاء الأول، لنميز من جهة ما مادة الكتاب. نقول مثلا تسبقون تنظرون في هذه المصادر فتحصون الأبواب في كل كتاب واحدة، ثم في كل باب سنذكر إن شاء الله ما هو من قبيل المسند المرفوع والمسند الموقوف والمسند المقطوع، وما هو من قبيل بلاغ مالك، وما هو من مسائله وإجاباته، وما هو من نقول العمل التي هي من مميزات هذا الديوان العظيم. نقول عمل أهل المدينة وما عليه إجماعهم وما أدرك الإمام عليه الناس بدار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من تابعي التابعين كما عرفتم طبقته، إذ وفاته كانت سنة 79 و100 هذه بدون خلاف. وأقول في الابتداء ذكرتم
مضمنة للكتب، لكتب الموطة على ما اخترناه، ونني بالاختيار مراعاة اختلاف النسخ ومراعاة ما يمكن مراعاته في التناسب بينها، ولكن لا بد أن يكون لهذا اللون من الوان اختيارنا مرجعا نقليا، يعني أن تكون بعض النسخ المتداولة أو الخاصة بشرطها سابقة في هذا اللون من الوان من ألوان النظم والترتيب. أذكر كنت أقول من حفظ ذلك الترتيب وهكا عد كتب الموطة في 45 طعسة، عدناها واخترنا هذا اللون من الوان العد لأنه عليه أكثر النسخ، 45 كتابا إن شاء الله. وقوتها أي وقوت الصلاة، تعلمون أن الإزمار أحيانا قد يكون إذا علم المرجع ولو من غير سبق، هذا الشيء كثير في القرآن وفي غيره. وقوتها طهارة كتب الصلاة 11 فمضاف فزكاة، 11 فمضاف فزكاة، كنا قلنا عشرتها أو عشرتها، ولكن صحنا في أدبنا نجد كتابا متمما لإحدى عشرة لسبب سنذكره، 11 جيد فمضاف أو الثلاثة الملحقة كتب الصلاة متممة فزكاة، نبدأ نتركه عند أهل البيت إن شاء الله حتى نتمم هذا الترتيب. وتعلمون ما قلنا لكم من أن هذا اللون من ألوان الترتيب المتفق عليه إلى هذه النقطة التي وصلنا إليها لابد من أن يكون محل اعتبار من الإمام نفسه، والذي شرع عليه من بعد الكثير باستثناء البدء بوقوت الصلاة. وقلت لكم وجوه كل بجوابات بشرط الذي هو الطهارة، وبقية شروط الأخرى لمن بخاري مثل الاستقبال فعقد له أبواب، بقول الاستقبال وعقد للتياب واستر عورة أبواب، في حين الإمام مالك قبل وهو أول من شق السبيل الأشد حتى في مثل هذه المسائل التي تبدو وكأنها صغيرة، قلت بوب وضع كتاب الوقوت ابتداء للإعلام بأن ما لم تدخل الوقت فإنه لا يلزمك الأخذ لا بشرط يعني الأخذ التلبس بهذه الشروط أو التحري لها أو الاحتياط لها أو السعي في تحصيلها. هذا الوقوت أضيف إليه أن كتاب كلمة وقت كنا تشعر بالابتداء، ففي هذا المحسن البديع الذي يجعل الكلام، والإمام مالك إمام الفصاحة، إمام الفصاحة حجازي إمام الفصاحة، فلا شك أنه لا يمكن أبدا أن يغفل هذا اللون من ألوان البدائع حتى في ترتيب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيب منهجه في النظر والتدبر، إن هذا هو ما يقصده إن شاء الله بكتابه هذا اللي قلنا كتاب منهجي في التفقه، كتاب منهج في التفقه، لا بد منه كيف ترتب أدلتك كيف تستدل للمسائل، وهذا أشياء إن شاء الله سيقول لها ما بعدها بحول الله تبارك وتعالى. إذن سنين نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالسند المتصل إلى سيدي عبد الله بن يحيى رحمه الله تعالى قال: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:
بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز الفتح وإن كانت النسخة التي هي فيها الكسر. أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: فإذن هذا من المسند المرفوع، فيكون من حديث بهذا التعقيب من حديث أبي مسعود الأنصاري الذي يسمى بعقبة، عقبة بن عمرو أبو مسعود، هذا عقبة بن عمرو. والحديث إذن هنا من المسند، أسنده ابنه عنه إلى رسول الله بشير عن أبي مسعود الأنصاري. شابه سيدي. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي. قال عروة صلى الله عليه وسلم بالسند قبله، فليس هذا معلقا، بالسند قبله الذي هو مالك عن ابن شهاب عن عروة. تابع. ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. أوصل، يعني الجملة حالية والحال قيد. كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قال رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت. ما بين هذين وقت، جامع. ففي شيء يشير إلى أن للصلاة وقت تبتدئ به وتنتهي إليه، فوقت الصلاة موسع إلا في المغرب ففيها خلاف، هل وقتها بقدر أدائها، هذا هو المشهور في مجاب مالك، بقدر أدائها وما هو شرط فيها كالطهارة وستر العورة بقدر أدائها، أو أنها لها وقت آخر يسمى بوقت وقت تنتهي إليه. وكان الوقت الاختياري له ابتداء ولا انتهاء، ما وقت الضروره فهذا لا يجوز الا لذوي الاعذار ممن سيذكرون في باب بعضهم في باب النوم ما في معنى. تابع شيخ. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن. نعم. ما يعرفن من الغلس. نعم، التلففات في معظم النسخ وخصوصا نسخة يحيى هذه التلفف والتلفع بمعنوي كما قال الحافظ ابن عبد البر، التلفف إلا أن التلفع يشعر بشخصية الرأس، لكن التلفف أيضا هو أعباء تتلفف، هذه معناها تدخل النساء في لفافة، واللفافة فيها معنى الشمول، فدخلت في معنى التلفة. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر. أعيد هذه العبارة. أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. نعم. إلى أن يكون هذا الفيء ذراعا بعشبار الإبراج، وإلا فإن صلاة الظهر تبدأ من الزوال، من بدء الفيء، من بدء الفيء أي الظل الراجع، الفيء هو الظل الراجع، تبدأ صلاة من بدء وقت الاختيار، لكن ذراع
أن هذا نوع من الإبراج، في نوع من التأخير بسبب الإبراج، لأن الحر والهجرة هي أغلب أزمنة في جزيرة العرب. نعم شابع. إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بالطاعة. ومثل هذه التي يسميها الفقهاء بالقامة، يعني مثلا مثل اختيار الظهر لآخر القامة، قامتك مثل قامتك ومثلك، وهذا يجعلون وقياس معروف الفقه هو 7 أدرع، 4 أدرع بجراع نفسك أو 7 أقدام بأقدام نفسك، هذه القامة عندهم. تابع شيء. إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو 3 قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نعم. نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر، أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وآخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. نعم، المفصل جميل باختلاف في بدئه من قاف إلى آخر، إلى سورة الناس أو من الحجرات إلى سورة الناس أو من القتال إلى سورة الناس، سورة محمد وصحفي المفصلي من القتال منجلي، مفصل صحفي من القتال إلى سورة الناس أو من قاف إلى سورة الناس، وفيه طوال وفيه أوساط وفيه قصر، طواله إلى النبأ، أوساطه ضوح النبأ إلى سورة، من النبأ إلى سورة الضحى الأوساط، ومن سورة الضحى إلى آخر القرآن قصاره بسورتين طويلتين من المفصل، يعني من مثل قاف وما بعدها إلى سورة النبأ. نعم تابع. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب 3 فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. نعم، هذه مراسلات مكاتبات عمر، فهي أثار كتابية، هذه من الأشياء التي نجدها في هذا الباب، ففيه إذا شئتم 8 أبواب، هذه إن شاء الله في الكتاب كله كم 8 أبواب، كتاب وقوت الصلاة في باب الأول وقوت الصلاة، ثم تستمرون في الأبواب التي من بعده، وقت الجمعة باب وقت الجمعة، باب ما في باب في من أدرك صلاة ركعة من الصلاة، باب ما جاء في دلوك الشمس، هذه تسمى تراجم 8، كل ترجمة تبين عن موضوع يستدل له بما تحت كل ترجمة من مواد اللي فيها الآثار وفيها الأحاديث المرفوعة وفيها عمل المدينة إذا وجد وفيها قول الإمام مالك إما في إجابة عن مسألة أو في تفسير الكلمة أو ما ورد في الحج. قال رحمه الله تعالى: وحدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصلي الصبح بغبش يعني الغلس. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. ويطلق العشي ابتداء من الزوال، يبدأ العشي ابتداء من الزوال ثم يستمر إلى أن يدخل وقت العصر.
يقترب وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فيشم هذا عشيا، هذا من إطلاقات العرب. تابع عشيز. قال رحمه الله تعالى: باب وقت الجمعة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار. غشي يعني غطى، طنفسة أو الطنفسة بفتح الشاء وضم الفاء، أو الطنفسة هي عبارة عن سجاجة، عندنا ألوان السجاجات، عندنا خمرة وحصير وطنفسة. في الخمرة هي ما تغطي الوجه واليدين بالنسبة للسجاجات تخمرات، والذي خمرة كنا ينولنا رسول الله الخمرة، ناولين الخمرة من المسجد، فكان تقول يا رسول الله إني حائض، قال: حيضتك ليست في يدك، في البخاري. والحصير كان يحتجز للنبي حصير، أو كان يصل النبي صلى الله عليه وسلم على حصير يسود من قطرة ما لبس، أي ما لبسه من القجم، قطرة ما استعمل، ولبسه هنا يعني الاستعمال، حصير هنا سجادة من نسجها ليف أو نسجها من دوم النخل ونحو ذلك. ثم عندنا طنفشة جاية هي في نسج القامة، الحصير هي أيضا في نقول حرم المصلي، يعني إلى محل سجوده قريبة من قامته طنفشة. وإذن كانت الطنفشة في مقدار ظل المثل، فحين يغشاها ويغطيها يعلمون أن هذه الوقت دخلت. فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر الخطاب وصلى الجمعة. قال: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن ابن أبي صليط أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال يحيى: بملل أرجع أن سبق لواحد خطأ هنا، ملل هذا موقع وليس معنى، وصلى العصر بملل هذا مكان هو في يبعد من المجيء بقدر 22 ميلا أو نحو ذلك، قريب من 40 كيلومتر. تابع هكذا قال الإمام ابن زمر في الاستذكار، من المدينة بعيد من المدينة هذا ثم ملل. تابع شيء. قال يحيى: قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. ذلك للتهجير، قال مالك، نقول فيه هذه أقواله من قبل التفسير يفسر، قال: وذلك أي الذي حصل لأجل التهجير. التهجير عندهم هو المبادرة للصلاة في وقت الهاجرة أي شدة الحر، مبادرة، فكان يعني هذه الوقت هي وقت الجمعة، فكان تكون في أول الزوال، إما للحاجة إلى السير بسرعته إذا كانوا على أمل أن يسافروا، أو للتهجير معناه لينطلقوا في هذا الوقت تبكيرا. تابع سيد. قال رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من الصلاة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني من الصلاة أي من وقتها. الحديث هنا ليس عن الجماعة، أي من وقتها، أي من وقتها المختار فقد أدرك الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. معنى أن الركعة لا تتجزأ، هي هكذا على خلاف فاش في القيام للقراءة عند مالك، يدخل فيها ولا يدخل. تابع شيء. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. نعم، هذه بلغته مالك، لا الذي هو أولى بلغته، هذه أولى بلغته، وبلغته قلنا نية فتحل 229 بلاغ، كلها موصولة وصلها ابن عبد البر، لأن البلاغ نوع من الحديث المعلق
بلغه معلقون كمرسلين. بلغه المعلق شبيه، والمعلق ما حذف من أول إسناده من جهة المصنف، ولو اضطرد الحذف مأول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق. هو ايش يقول البلاغ؟ بلغني، قل مالك بلغني أن عبد الله بن عمر، فهو دائما يروي عن سيدنا عمر بواسطة مولاه نافع مولاه، فحذفه ولو واحد. فأنا يقول إن يقول في هذا بلاغ، لأن بلاغ لابد سابق على التعليق، التعليق جاء من بعد الاصطلاح، إنما هذا كان البلاغ هو الأصل، بلغه. ويقولون عندنا حين يقولون البخاري مثلا يعلق، يقولون إذا علق بصيغة الجزم أفاد الصحة إلى معلقين. وفي الصحيح إذا كثير في الذي أتي به بصيغة الجزم خذ صحته إلى الذي قد علق عليه. كذلك البلاغ، نقول البلاغ هنا إذا قال بلغني فهو يرسل لك، وبالتالي يتحمل عنك. الذي أسند لك حملك، أنا أسند لك أوضع حق الإسناد تنظر فيه، والذي أرسل لك يعني طبع عنك بعض الإسناد لأمر ما، ولكن بصيغة الجزم، فإنه يحمل أيضا كذلك. فنقول يعني البابة واحدة، بلغت مالك معلقة البخاري فليكن لها. ثم أيضا بحثت ووجدت موصولة سوى أربعة وصلها ابن الصلاح فيما بعد، وستجدون إن شاء الله واحدة في كتاب في باب السهو، العمل في السهو، هذه واحدة. لأنسى إني لأنسى أو أنسى لأسن، هذه لم يجد وصل لها الإمام ابن عبد البر ولكن وصلها ابن الصلاح. والثانية في كتاب الاعتكاف، النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته فكأنه تقاصر أعمارهم، رأى قصيرة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أصابه ما يمكن أن يكون حزنا أن لا تبلغ أمته ما بلغت الأمم من الخير بطول أعمارها، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف سنة. الثالثة في باب الاستمطار أو الاستمطار بالنجوم، إذا تشاءمت، بحرية، هكذا، إذا نشأت بحرية فتشاءمت فهي عين غديقة، هذه تهو أيضا وصلها. والرابعة إن شاء الله تحضرنا، تابع سيد. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك. وليس هو الذي وصل، قلت وصل أيضا الحافظ ابن مرزوق المسمى بالخصيب وهو غير الخصيب البغدادي، ابن مرزوق حافظ وصلها أيضا. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. معنى أن الركعة لا تدرك به بالسجود، لا تدرك بالركوع. إذا فاتك الركوع فقد فاتك السجدة، فلست مدركا للصلاة إذا أدركت بعض ركعة، لأن قلنا الصلاة تقوم على الركعة ومكرراتها، فالوحدة فيها الركعة ثم الثاني مكررات الأول، الأصل فيها هو هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسل. ومن فاته أم القرآن هنا فقد فاته خير كثير، معناه أنه مسألة لا تعد، لم يقل فاته الوقت ولم يدرك، وإنما فاته خير كثير، فكأنه يشير إلى أن مسألة القيام للقراءة لا يدخل في مثل هذه المسائل لما سنراه بعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. معنى ما جاء فيهما أي في تفسيرهما، ما هو الدلوك وما هو الغسق. تابع. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: دلوك الشمس ميلها. دلوك الشمس ميلها، ميلها حين تكون في قبيل السماء إلى جهة الشمال، وميلها غروبا وبه فسرت، فيكون الدلوك يطلق عليهما، ولكن المصحح في هذا الموضع هو
وإلا فيطلق عليهما. ولو استمناها بالميل فيهما يكون ذكر الصلاة أوقات الصلاة فيها. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يدخل فيهما الابتداء أن الميل في الوقتين معا. تباشي. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل شماع الليل وظلمته. نعم، إذا جاء فإذا فاء الفيء، وهذا قلنا من الفيء الظل الراجع بعد الزوال، الظل الراجع بعد الزوال، فإن فاءوا رجعوا، فأصل الفيء الرجوع. نعم نعم. ويطلق أيضا الفيء على الغنيمة البارجة، يعني التي تكون بغير قتال. شباش. قال رحمه الله تعالى: باب جامع الوقوت. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. لاحظوا في كلمة جامع الوقوت حينما ينهي بابا، حينما ينهي كتابا، كتاب الوقوت، فإنه يذكر في خاتمته ما تبقى من أحاديث ترجع وإن اختلفت إلى الكتاب، وهو كتاب الوقت، وإن اختلفت، ونلاحظ اختلافها في الأحاديث التي نرى، وهي ما جاء في وعيد من فاسته صلاة العصر، ثم أن الصلاة تنقسم إلى صلاة وفية على وفاء وأخرى مطففة، هذه على وفاء وهذه على تطفيف، والتطفيف دائما نقص من الكمال، وللنقص بحسبه أصلا أو فضلا. تباشي. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وتر أهله، هذا هو الصحيح، وتر أهله، وإن دفع بعض عن الرفع، وتر أهله أي وتر في أهله أو بأهله، أي سلب أهله وماله حتى بقي وترا وفي وحده، أصابته مصيبة ذهبت بماله وولده وبقي وترا، من غاية المصاب أشد ما يكون المصاب، هذه التي قد تكون هي مشغلة، تكون هي مشغلته عن الصلاة والذكر. شبهش. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر رضي الله عنه فلقي رجلا لم يشهد العصر، فقال له عمر: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا، فقال عمر: طففت. قال يحيى: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. يعني قول مالك هنا لشرح معنى قول عمر طففت، لأنه وفاته صلاة مع الجماعة، فقال له: فين كنت؟ قال: أنا كان عندي عذر. فقال له: طففت، أي فاتك كمال الصلاة. تطفيف نقص، وللمطففين الذين ينقصون من تمام الكيل خلسة، هو شيء يستحق، هذا نوع من الظلم. لذلك هنا وذلك في كتب القوم نجد أن هذا الكلام للإمام مالك يجعلونه في كل العبادات، يقول في كل وفاء وتطفيف، وقد علمتم ما ذكر الله في المطففين، فيجعلون الآية ويل للذين يطففون. شو عمل الويل على العجاب، حتى ولو كان هذا العجاب تفويت فضل، لأن الإنسان حين يدرك حتى يدخل الجنة، فلو دخل الجنة قد يكون عليه بعض حسرة بما فاته من فضل الكمال. يوم أناس اجتمعوا أو مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليه من الله طيرة ولو دخلوا الجنة، لأن يعني هذه الحسرة قد تكون عليه بسبب ما يعروهم من بيان تدني الرتبة ولو في هذا الكون من لوان الكمال. تطفيف وكمال. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها. لم مجعلق، لم التأكيد مجعلق، إن وقع في خبر إن، شو باللام المجحلقة، تجحلقت عن الابتداء حتى لا يجتمع مؤكدان في أول الجملة، مش نعم، مش مؤكدات، لام مؤكدة وإن مؤكدة. شرس. إن المصلي لا يصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. ليش هذا فيش تناقضي؟
ما فاته وقتها ولا ما فاته من وقتها أعظم. ما فاته وقتها يعني الواجب الذي يعني الوقت الاختياري سمي اختياريا لأن الله خيرك في أن تقع الصلاة في جزء منه، لكن دائما تبقى الأفضلية للبدار مبادرة إلا لنوي إدراك فضل جماعة أو نحو ذلك، وإلا دائما البدار هو الأول سابق إلى مغفرة. ولما فاته من وقت أفضل من أهله وماله. قال رحمه الله تعالى: قال يحيى قال مالك: ومن أدركه الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. نعم، معنى أن الصلاة تؤدي بحسب ما في بحسب ما في الوقت الذي أدركتك، كنت في السفر ثم أدركتك الصلاة وجبت عليك وأنت مسافر، فلو دخلت مقيم وأردت أن تصلي فإن كان في الوقت بقية فقد زال عنك وصف السفر، لابد أن تؤديها أنت بحال الإقامة، لأن هذا حالك، شيء لا يعتبر في السفر المحل بل الحال حال المسافر كالمسافر. لكن لو فات وقتها المختار تصبح قضاء فأنت تؤديها كما فاتتك، يعني قصرا كما فاتك إذا كانت مما يقصر من الرباعيات، فإنك تصليها قصرا إنها تقضيها بحسب ما وجبت عليك بحسب ما وجبت عليك. تمام. قال مالك رحمه الله: وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. هذا من العبارات التي تترجم عن مسألة عملها للمدينة، لأنه لا يعني بعملهم إلا ما أدرك عليه الناس، وعلي الناس هنا أئمتهم وغيرهم تبع لهم، فيكون من هذا اللون ملوان الإجماع والمتابعة، وفي رأس على رأسهم فقهاء السبعة، فإنه أدرك هذا ومعناه لا مخالف، معناه لا يمكن أن يكون أدرك عليه العامة في عصر الفتنة، لا، هذا في عصور الفضل، والأئمة متبوعون والناس على دين أئمتهم. قال مالك رحمه الله تعالى: الشفق الحمرة التي في المغرب، وإذا ذابت الحمرة في المغرب يعني في غروب المغرب الشمس مكان الغروب شيء شامل، وإذا ذابت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. ما وخرجت من وقت وخرجت وخرجت من وقت المغرب من وقت المغرب. نعم، قلنا دخول وقت العشاء بمغيب الشفق الضوء الباقي حمرة. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي الصلاة. هذا عذر سقوط الصلاة عندها فلم يقضيها، يدل على أن المغمى عليه غير مخاطب بالأداء، فإذا استمر غيبوبته حتى خرجت وقت الأداء فإنه لا شيء عليه، لا حدنا ماشي، فيخرج هنا من أدخل على نفسه ما يكون به الإغماء، هذا أغمي عليه قهرا من بدء دخول الوقت إلى أن خرجت، فهذه الصلاة لا نقول يقضيها. لاحظ هنا عمر أغمي عليه فجاب عقله فلم استيقظ، يعني لم يقضي الصلاة لأن لم تجب عليه شيء يقضي، معناه القضاء فرع تبوتي شغل الدمش بالأجاء، معناه تكون الدمش عادة مشغولة، وهذا لا يخاطب بالحكم لأنه ليس في محله، يسمى بفقدان أهلية الخطاب، يسمى خاصبا في وقت الذي دخلت الوقت لم يكن يعني العقل شرط وحضوره شرط. قال مالك رحمه الله تعالى: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. أما من أفاق في الوقت فلا يتجه له الحكم. قال رحمه الله تعالى: باب النوم عن الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب. وهذا فيه مرسلان كما تجي، فيه أتراني مرسلان أو حديث، نعم أو عفوا حديثان مرسلان، والمرسل قلنا هو ما سقط منه ما بعد الصحابي أضيف إلى النبي، أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل منه سقط الصحابي سقط. تابعش. عن سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل أسرى عرس. السرى ذهب في أول الليل على حجر قوله، أسرى وسرى ذهب في أول الليل.
وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلأ لنا الصبح، يعني احفظ لنا الكلاء، قل مكلوكم بالليل والنهار من الرحمن، كلاءة الحفظ تبعشي. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبت عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضربتهم يعني الشمس، أصابتهم يعني ضربنا الوقع الشديد، يعني أصابتهم بقوة ضرب، ويكون إيقاع الشيء على الشيء بقوة ويدخلوا في أبواب الكثيرة. نعم تابعش ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا، فبعثوا رواحلهم مقتادوا شيئا. اقتادوا معناه سوقوا، الاقتياد والقود هو السوق، اقتادوا رواحلكم، أنا يريد أن يرحل عن الواجي لما سيجيبان منا به شيطانا تبعش. فبعثوا رواحلهم مقتدوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وأقم الصلاة لذكري. لذكري، لو رجع وضعت هذه الآية في سياقها لا ظهرت لك أنها تعني شيء آخر، ولكن الاستدلال بهذا اللون من الوان العموم هذا أيضا يعني من مذاهب الأئمة، لأنه استدلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو النبي استعمل هذا اللون من الوان الاستدلال، لأنه جاء في خطاب في سياق الحديث عن موسى خطاب الله له هنا أقيم الصلاة أنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري، أقيم الصلاة لتذكرني فيها، في بيان بأن الصلاة هي قمة ذكر مطلوبة لهذا اللون من ألوان الذكر تبعشي. الذي يبدأ باستحضار بعقل معانيها وينتهي بما يسمى خشوعا، وهو سكون الباطن لتنزل معاني الذكر والإقبال على من تصلي له كلها، غاية الذكر بدايته عقل المعاني جباشي. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم والنزول في آخر الليل نعم ليلة بطريق مكة للاستراحة نعم، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله هذا وادي به شيطان أنا في إظهار أنه يسكنه جني شيطان جني فتنة جني فتنة جني ليس من جن من يقيم بهذا المكان، ذلك هذا الرحيل يخلصهم من البقاء معه للفتنة، واضح شيء شباش. ثم قالوا فإن بهذا الوادي به شيطان معنى يقيمه بهذا الأبج هذا تقدير شباشي. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم هذا في عليه الصلاة أن يناجي بالصلاة أو يقيم، بمعنى أنه لا يلزمك أن تؤجن للفائتة كما سيجي ونعم، يكفي أن تقيم لها تابعش. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين نعم. غير هذا، وهذا ظاهر شيء ظاهر اعتقادي أهل السنة والجماعة بأن النوم قبض أرواح هو موت، الله يتوفى الأنفس حين موت، الله قبض أرواحنا في جنة القبض، يعني أن الإنسان تغادر روحه في المنام، هذا الاعتقاد تابع. ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا نعم. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها، مهما أو نسي فهذا عذر بالنص نعم، أما من تركها لغير ذلك فالأحكام معروفة، قال إذا كان هذا مطالب بالقضاء فما بالك بتاركها لعذر غير هذه الأعذار المذكورة شرعا، هذا عند مالك القضاء واجب مطلقا
جباشر. ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر. فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. من المسألة هنا فيها إخبار بغيب، يعني بلال أحس بهذا الذي ورأه، وإن كان لم يستطع أن يمتنع من هذا الشيطان الذي تسلط عليه ورقده أرقده. وكيف ثم النبي أخبر أبا بكر بهذا الذي حصل لبلال قبل أن يخبر بلال بذلك من بعد، فلما توافق هذا قال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله، لأن من علامات نبوءة الإخبار بغيب آت أو قائم أو ماض، فيكون كما أخبر دون نقص ولا زيادة، يدل هذا على أنه منبأ من قبل الله. أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. قال حدثني يحيى وقت اشتداد الحر، كان هذه ألوان من الترخيص لسبب عارج، هذا شدة الحر ترخيص في تأخير الصلاة قليلا عن وقتها الاختيار أو أول وقتها الاختيار. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر مفيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا لون من لون القرن الاختصاري، بدل ما يفك الإسناد إسنادين وفيه تكرار جمع بينهم قارن ما ذكرهما مقترنين، ماشي هذا العطف لأجل الجبر وإنما لأجل الاختصار. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد فهما في واحد، عن بنفس الإسناد المتقدم تابع. عن أبي هريرة رضي الله عنه كلاهما عن أبي هريرة، كلاهما عن أبي هريرة، هذا لون من ألوان العطف، لا فيه اختصار فقط وليس فيه تنبيه إلى أن الأول أو الثاني كل منهما يكمل الآخر جبرا، فيكون الإسناد فيكون هذا العطف من باب التعضيد. هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر مفيح جهنم. فيح هو النفس، هو ذاك سطوع الحر وانتشاره وامتداده فيح. وهل هو على حقيقته أم على الشبه؟ كل ذلك إن شاء الله محتمل، وقد ذكره العلميون عن أن الحر الشديد يشبه أن يكون حر نار جهنم فيذكرك بها، أو أن فعلا بعضه واصل من هناك، ولله غيب السماوات والأرض، لا يغيب السماوات وغيب الأرض، إذن في الأرض غيب، ولو كنا ندعي أننا نحيط بهذا الذي تحت أرجلنا، فإنه إلى اليوم لا تزال هناك شواهد على أن في الأرض غيب كما في السماء، لا، والناس لا يحيطون حتى اليوم حتى بمواقع الأشياء، سقوط طائرة في أعماق البحار، فيظل الناس يبحثون عن النقطة التي سقط فيها وكيف، وأحيانا يهتدون وأحيانا لا يهتدون، هذه أشياء التي تبدو كأنها بسيطة، وربما يتعاون العالم كله على أن يحدد النقطة التي غابت فيها. تابع سيدي. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الأرض. هذه الأحاديث تبدو كأنها مكررة، ولكن ليس فيها تكرار، في كل تكرار سر، في كل تكرار سره، هذه القضية التي قيل فيها في البخاري: إن للتكرار أسرارا، منها أسرار كلها معاني. فانظروا إلى الحديث: أن تشتد الحر فأبردوا، ثم جاءت التتمة تبين لماذا هذه الإبراد، لماذا هذه الإبراد من أجل توقي أن تكون قائما في وقت لا يتناسب مع مناجاة الله،
لأن النار هذه من غضب الله، هي وعيد، وعيد إلهي. فلا يتناسب أن تقف في مقام التوسل في اللحظة، اختر اختر لعبادتك وتوسلك أوقات نفحات الله لا لفحات الله. أنا فأبرد. أو يقول الأصل أن الإنسان في وقت الحر أيضا يكون مشغولا بالحرارة عن توجهه للذكر، لأنه إذا شغل الظاهر شغل معه السر، هو باطل. لذلك أمرنا بالسكون في الصلاة، اسكنوا في صلاتكم واسكنوا إلى صلاتكم. إذا كنت ماشي للصلاة فاسكن، إذا كنتم لا تأتوها وأنتم تسعون أتوها عليكم السكينة، اسكن إليها واسكنوا فيها. الذين على صلاتهم دائمون، قال مجاهد ساكنون فيها، السكون. تابع سيد، قالت أكل يا ربي أكل بعضي بعض، سيد زيادة في هذه الرواية، معناها لماذا أذن لها؟ أرفقا بها. قال صديقت أنا، أين هؤلاء الذين تريدني أن أعذبهم؟ قال أكل بعضي بعض، ما وجدت شيئا اشتغلوا بي عليه. فقال لها خذي راحتك في لحظتين، وما يصلنا من ذلك يذكرنا وحسبنا بذلك، والبحث في وراء ذلك ولله غيب السماوات والأرض. ومن قال إن المراد بنفس النار أي بحر قوي يذكرنا بهذه الحرارة. النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما ينتهز فرص المشابهة ليقول للصحابة إن هذا يضربوه في رقم وتذكروا الآخرة. ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار الله الموقدة. الرقم تقول هذه ناركم أي مجموعها، اختلاف مصادر النار والحر من كهرباء إلى طاقة إلى طاقة أخرى إلى ما لا إلى ما يوقف الله عليه. اضربه في رقم 70 الذي هو ليس مرادا به الحصر والحدد، وإنما مراد به تكتير إلى آخر ما تتصور من تكتير على بلاغة العرب، ثم تصور أنه ذلك هو حجاب الآخرة. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. لاحظوا هذه الأبواب التي جاءت بعد جامع الوقوت مختلفة، فيها أشياء تتصل بالوقوت وأحيانا أشياء تتصل بأشياء لا تتناسب مع المحل، أحيانا لا تتناسب مع الحال كوقت الحر، إن فيه حال المصلي لا ينبغي أن يكون حال الذي ينصرف عن ما هو له من تمام الحضور بحر أو نحو ذلك حال، وأحيانا أن لا يجيء في المحل الذي فيه الصلاة بما يسبب فتنة. ريح الثوم، ريح الثوم يعني يؤذي، وإجايته يعني يجعل المؤذى من أوجي في محله الامتعاض والاستشقال والكراهية لمن لأخيه الذي يصلي معه. الصلاة جامعة يجمع الله به القلوب ويجمع الناس فيه على هداه، ولا يمكن تصل إلى الله وحدك حين تكون أنانيا، وحين الذكر يجمع القلوب ويحيد الناس من هذا العمق الذي دانسوه، أصبحوا أشياء مكسرات ماشي الأمة أمة أما إذا قصد وأما إذا جمع وهم الشيء جماعه. إذن إذا كان الشيء يجي فهدف إما إذن بالتخلف وإما إذن بالترك هذا اللي يميل والي الفعل. إذن معناه كأنه إذا اضطررت إليه بسبب الشفاء فدعه. تابع. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن رسول الله هذا مرسل تحته سعيد المسيب هذا من التابعين هذا مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تجد حدثنا لا يمكن هذا إنه يعلم هذا سعيد المسيب أن شهاب وأنك عن مؤننون مثل معنن حصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة
فلا يقرب مساجدنا يؤذينا فلا يتب. يقرب على الصحيح الفتح قرب يقرب إذا فعل وقرب يقرب إذا دنا. لا تقرب الجنة يعني لا تجنوا. قرب يقرب على الصحيح قرب يقرب لا تقرب يعني لا تفعل ولا تقربوا مال اليتيم معناه لا تأخذوا مال اليتيم لا تأخذوا بأي لون من الألوان الأخذ الغير الجائز كإتلافه أو إضاعته أو نوع ذلك. لا تقربوا الزنا يعني لا تزنوا هذا الصحيح إن شاء الله وإن كانت شمة القرب تزنوا بها من حيث المادة لا من حيث الصيغة. ما قرب يقرب إذا دنا كاقترب. إذن قل لا يقرب لا يقرب فلا يقرب مساجدنا فيجي معنى لا يأتيها شيء مبالغة في الدنو من المسجد فينهان وإنما لا يأتي المسجد لا يحضر يأتي مساجدنا يؤدينا بريح الثوم. ومفهومه أنه إذا لم يكن من يتأدى في المسجد بريح الثوم ولو فإنه يجوز له أن يأتي واضح تعيد تطهر كان ربما شفاء لازم فإن كنا منعه من المسجد ولكن له أن يصلي وحده وهذا من الانفراد لضرورة من الانفراد لضرورة وإن كان ولو صلى مع الناس فلا نقول له ده منفرد خلف الصف أعيد صلاتك لا صلاة لمنفرد خلف الصف منفرد باختيار اسمه منفرد ماشي أفرد هذا منفرد تابع اختار الانفراد الموجن برفض الجماعة والانضمام إليها. أما الذي به أذى لا يسمح له بأن يدخل في الصف فانفرد وتابع الجماعة فنرجو أن يكون له أجر الجماعة نعم تابع. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه نعم. كان مجبر هذا قال لي أنه سقط فكسر فجبر ثم صارت عادت رجله كما لو كانت غير مصابة ابتداء فألقب بالمجبر هكذا تابع. أنه كان يرى سليم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه. هذه مسألة يعني أيضا معناه هو يتأجى بذلك. لماذا؟ لأن سالم بن عبد الله تعلم هذا من زهاد الصحابة من زهاد التابعين عفوا سالم بن عبد الله بن عمر قالوا أشبه الناس بأبيه أشبه بن عمر رضي الله عنه. سالم بن عبد الله كان على شمس أبيه وكان جاحجا مثال الزهد وكان يرى في هذه اللون من الصنيع نوع من التكبر في مقام العبادة التي تضع فيها أعلاك عند أدناك سجود واقترب ما يقول أركع واقترب ولا قوم واقترب سجود في إشارة إلى أن قربك من باب السجود لها ضع أعلاك في أدناك انجمع. هذا اللون من ألوان الخضوع الكلي هو باب الاقتراب هذه رمزية الحديث. إذن كيف تكون بحال؟ لذلك أنت تشوف الإحرام إحرام الرجل في رأسه ووجهه فلا يغطي وجهه هذا إحرام الرجل وإحرام المرأة في وجهها ولولا خشيتها لولا ذريعة فتنة بها لأمرت بتعرية رأسها أضحى لمن لبيت له كما في الأثر تابع شيء جذبه جذبا ما يدل على أن هذه المسألة يعني أمرها شديد وليست بالأمر البسيط وإلا لما تعاطاه على هذا النحو قال له حتى يذكره بأن هذا الأمر ما كان ينبغي أن يفعل. فأنت تقرأ وفمك يتعبد لله في القيام في السجود تقول هذا وسيلة وسائلي من وسائلك كأنك تكمم نفسك ولسانك الذي يشتغل في كل ركن من هذه الأركان إما مسبحا وإما داعيا وإما قارئا فلسان المصلي مشتغل بالحمد فلا ينبغي أن يضع وجاي من حتى في كلمة وضع يدي على الفم يشدين باش بلو من وين الرفض ردوا أيديهم في أفواههم صورة للتعجب هذا من التغطية باليد أو بغيرها تابع شيء. قال رحمه الله تعالى باب العمل في الوضوء. قال حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى هذا كتاب الصلاة كتاب الطهارة نعم إذن نذكر كتاب الصلاة
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن العمل. هنا يعني الصفة، وكثير ما تجدون في الترجمة هذا العنوان العمل في كذا، يعني صفته، ما يعمله من يريد التوضؤ، الوضوء بالتم حدث فعل، بينما الوضوء كما سيقول بالفعل الماء المتوضأ به، أما بالضم فهو الحدث والفعل. العمل في الوضوء أي ما يعمله المتوضئ في وضوئه. نعم. أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عم ابن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هل تستطيع أن تريني؟ شاهد الأجب كيف معناها. هل تريني هل تستطيع؟ أنا هل تفعل ذلك؟ يعني يقولون يوما ليس فيه مانع يمنعك من هذا الفعل، هذا ما من رغبة. هل يستطيع ربك؟ هذا ليس فيه شاء أجب. هل يستطيع ربك؟ من هل يفعل؟ هل يطلق الاستطاع وإرادة الفعل، لأنها من شرطها الإنسان يفعل إذا كان مستطيعا. هل تستطيع؟ هل يستطيع ربك؟ يعني هل يفعل؟ بس ليس شك في قدرة، ولذلك قرأت في السبع: هل تستطيع ربك؟ أي هل تستطيع أن تسأل ربك؟ حتى يزول هذا اللون من واني من وان الفهم. سبع شيء. هذا حديث ابن زيد بن عاصم، وهو أجل حديث في صفة الوضوء، في صفة الوضوء. لاحظوا كأننا حديث اسماء حديث المجمع عليها في باب الصفة. تابع سيدي. فقال عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. لاحظوا في أعضاء الوضوء أنها مختلفة، بعضها يغسل وبعضها يمسح، وبعضها محدد في أعجل وبعضها مطلق. غسل رجليه فما قال ثلاثة، لاحظنا وهو جاب مالك أن الحد في غسل الرجلين الإنقاء، الإنقاء سواء انقيت بواحدة أو بأكثر أن يحصل الإنقاء، فحدها ولو بواحدة، بينما في غيرها كان عندنا توضأ صلاة ثم ثلاثة، ولكن لاحظنا في بعضها تثنية، ما يدل على أن هذا العدد ليس مقصود اللجاجي كما نرى، وإنما مقصود للإسباغ لإكمال العضو. فإذا تجد أن العضو كالوجه يحتاج إلى ماء، فإنك تجد أنه غسله ثلاثة، لاحظ. بينما في غسل اليدين وهم قصيرتين، بينما الاستنثار والمضمضة وهي فيها تنظيف مؤكد لنا تبعيتهم للوجه، فإن تجد تكرار ثلاثة. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. نعم. النثر نقول رمي هذا الماء الذي استنشق، هي أدخل الماء، واستنثر هي رمي الماء بأنفه أو من أنفه بمشاهدة يده. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. رأته يقصر في مسلج في استيعاب العضو، في إعاب العضو المغسول، خصوصا الرجل، فقد ويل للأعقاب من النار. ومثلها كل عضو من الأعضاء التي يجب غسلها فلا بد من أن تسبغ، معناها أن أسبغها لك نعمة، أي أتم إتمام غسل هذه الأعضاء. تابعش. ويل الأعقاب، والأعقاب مؤخرة القدم، وغالبا المتوضئ العجلان، هذا كان آتي هنا من أجل حضور جنازة، فرأت أنه يقصر في غسل رجليه فلا يتحرى غسل عقبه،
يلقي الماء كذا دون تحرير لمتابعة الخفي الخفي المغبا من نجله. تابع شيء. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. نعم، معنى أنه في الاستنجاء يستعمل الماء. نعم، وهذا أيضا يدخل في الطهارة، فعنوان الطهارة أهم من أن تكون طهارة حدث طهارة خبث. تابع شيء. يتوضأ بالماء لما تحت، أي لإزالة معالق حين يقضي حاجته، فهذا إدخال موضوع طهارة الخبث مع طهارة الحدث. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: قال يحيى سئل مالك قال يحيى رحمه الله تعالى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه. من نوع المسائل وسئل مالك، فلا تجدها في الابتداء بالغالب، دائما إذا كانت ما يسبقها من مما يؤثر الباب يؤثره، فإنه يضع يؤصل لمسائل، فإنه يضع أحاديث رسول الله والآيات القرآنية ثم يؤخر مسائله ما يسمى بأسئلة مالك. أسئلة مالك التي توجه إليه فتاوى، الفتاوى عبارة عن إجابة عن أسئلة. تابع شيء. سئل مالك رحمه الله عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان في مكانه أو بحضرة ذلك. نعم، هذا فيه إشارة إلى أن الترتيب بين سنن الوضوء والفرائض ليس بلازم سبب فرض، ولكن الترتيب بين الفرائض واجب. إن مضمضة عند مالك من قبيل السنن، فإذا قدمها وأخرها مثلا حصل نسيان فنسيت المضمضة حتى فإنك تأتي بها ولو من بعد محلها ولا تعيد الفرض الذي بعدين. الترتيب لا يلزمه، لكن لو قدمت اليدين على الوجه لازم كان تعيد أن تعيد الترتيب، تعيد الوجه ثم تعيد ما بعده ليحصل الترتيب بين الفرائض. جاب مالك أن الترتيب بالفرائض واجب. نعم، تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: قال يحيى رحمه الله تعالى وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته. نعم، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد. نعم، أن يصلي. بأنها لا تؤثر في صحة صلاته، نسيان سنن لا تؤثر في صحة الصلاة. لو وقع الصلاة واخترك بعض السنن في الوضوء ثم تذكر بعد الصلاة فهل يعيد؟ لا، وإنما يعيد يتمم هذه دون بقيتها، لا يعيد الوضوء كله، يعيدها هي فقط مضمضة أو استنشاق أو شيء من القبيل ثم يستأنف صلاته، معناه إنما يأتي بهذا الكمال لما سيجيء من صلاة. تابع شيء. قال رحمه الله تعالى: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن أبي الزناد. هذه فيه إشارة إلى بعد ذكر الأحداث إلى ذكر الأسباب، لأن موجبات الطهارة الصغرى أسباب وحاجات، فالحاجات خارج من السبيلين معتادين، بينما الأسباب مظنات هذا الخروج، مثلا مظنات الحاجات النوم، عشان حين ينام لا يدري ما يحصل منه من هذه النواقض. واضح؟ تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم، لا يدري أين باتت يده، يعني أي شيء لقت أو لقيت يده من جسده ومضيعه، وكان كانت هذه الحالة يعني حالة المسلم، حنا تعيد حالة العرب وأنواع مما أنه قد تلاقي يدك موجع وأنت في النوم النائم لا يدري أين تكون يده من جسده، فقد تكون في موضع يلابسه شيء من النجس، فإذا الأحوط هو أن تغسل يديك قبل إدخاله في الإناء، لأن الإناء فيه ماء قليل والنجس ولو قل إذا لاق القليل فكانت مظنة أن يستعمل معه، فإنه يؤثر فيه ولو لم يغير على ما هو مختار، يعني شرط التغيير لما يكون في الماء الكثير، من الماء القليل إذا ظن
فالنجاسة القليلة تؤثر فيه. شابعش. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. نعم، لأنه إذا نام مضطجعا يعني كما ينام أحد. إذا قمتم إلى الصلاة أي من مضاجعكم، كما سهل بن إذا من مضاجعكم، فالنوم نوم المضطجع هو الذي، وهذه شيء إشارة إلى جعل الإمام مالك يفرق في النوم الناقض بين خفيفه وثقيله، بالذي يستغرقك وبالذي لا يكون مستغرقا، وله فيما معالم أشياء علامات تدل على الاستغراق منها. أنت إذا نام مضطجعا فإنه غالب النوم لا يكون إلا مستغرقا ولو قل. العين وكاء الشهي كما في الحديث. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني قمتم من الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة أي من نومكم، فهذا قيام عن النوم، مش إذا أردتم أن تصلوا. ظاهر. وزيد بن أسلم جامع مفسر التابعين الذين كانوا يفسرون القرآن بأسانده. إذا قمتم على ظاهره أي من مضاجعكم، يعني من النوم، فتكون الآية دليل على أنه يلزمك الوضوء من القيام من المضجع. وهو مفسر وشنا مخطب أنه إذا من نام مضطجعا فليتوضأ. شابع شيء. قال رحيم قال يحيى رحمه الله تعالى: قال مالك الأمر، قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث، لا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. أو نوم. لاحظ أنا ذكر الأسباب، بعض الأحداث وبعض الأسباب. السبب النوم إنه مظنة، والأحداث ما يخرج من ذكر أو دبور، هو الريح وما يخرج من براز. ثم عندنا أما الرعاف والدم والقيح وهو نوع دم فاسد، فهذه نجسات في نفسها، ولكن خروجها لا يقاس على خروج البول، لأنه ليس من جهة معتادا، وليس هو الذي قلس علينا، وكأنه يرد على مجابئة للعراق، على مجابئة بحنيفة هناك، لأن فيه أن هذه من أن بعضها من نواقض. يقول إن الرعاف دم النجس، إذن لا رعاف ولا دم جرح ولا قيح تعفن وسال على الجسد، ولا هذه الأشياء ليست ناقضة للوضوء. نعم، إذا لامست الثوب، أصابت الثوب، وجب غسله، يعني نوع من دخول في إزالة، إذن ليس في وجوب طهارة من الحدث، يعني ليست أحداثا وإن كانت عينها نجسة. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. قال ينام جالسا، عندنا أن هذا الملوان النوم نوم خفيف، لأن الإنسان حين لا يغير لا يسقط وهو جالس، فغالب على أن نومه لا يكون مستغرقا، ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، يدل على هذا. ولكن المرجع ليس فيه، وإنما لو كما سيجينا إن شاء الله، لو استغرق النوم حسه ولو من جلوس، ويدل على ذلك مثلا كأن لا يسمع من حواليه مطلقا، ولو ارتفع الصوت، ولو يعني انحلت الحبوة تاعته، ولا كان يجمع رجليه بيدين تنحل الحبوة تاعته فلا يحس، وينادى فلا يسمع. هذه كلها أشياء تدل على النوم يدخل. أما الغط فليس دليلا على الاستغراق الكلي. نعم. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: باب الطهور للوضوء. قال حدثني يحيى: الطهور للوضوء. الطهور هكذا بالحسنة، أي الماء المصوب بهذه الصفة للتوضوء، للوضوء أي للتوضوء، هو المخصص له في اللام للتخصيص. الطهور للوضوء شرعا، الطهور بالفتح بالغ الطهارة، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فيخرج المتغير بطهارة لأنه طاهر في نفسه ولكنه غير مطهر، متغير بطاهر، هذا يقال فيه طهور، طاهر غير طهور. شابع. قال رحمه الله تعالى: باب الطهور للوضوء. حدثنا يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله،
إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال عليه الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لماذا؟ لأن البحر هذا متغير باش، متغير بما فيه، نعم، ومتغير بما فيه، لا يقال فيه تغير بملاب عارض، فلا يخرجه عن الطهورية. طهور ماؤه، هكذا هو طهور ولو تغير، لكن لو جئت بماء تغير بملح مضاف تصار مثل البحر فإنه لا يجوز أن تغير بطارئ عليه. أما لو تغير بالمعادن التي فيها أو بما مر عليه معادن فهذا، ولذلك مما كنا نقرأ من البيئة الفقهية القديمة: فكل ماء نزل من السماء أو نبيع من أرض أو جار ما بق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكته فمطلقا طهور يصح منه الشرب والتطهير. يعني هذه التغيرات كلها لا تغيره من التغير الذي يسقط عن وصف الطهورية. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت أبي عبيدة، هكذا بالتصغير، نعم، عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالد أبي عبيدة، هذا مما وهموا فيه ابن يحيى، فقال هذا ليس ابنة أبي عبيدة وإنما عن عبيد ابن رفاعة، فلم يوافقوا على هذه الرواية، ولعل الحمل فيه على الإمام، لأن هذه الوهام العارض للكبار بندرة لسبيج اعتباري، فالحفظ خونٌ ولا لا تسقطي رتبة حافظ ببعض الغلط. تبطل حافظ ابن حزم تنبه على أوهام للإمام البخاري ثلاثة وكتب فيها رسالة، ومر فيه نكتة، جاء طالب يريد البحث في موضوع أوهام البخاري وفرحان وكان عثر على شيء، فقلت له: هذا إنما يهم الحافظ، أما اللي مثلي ومثلك أصله الوهم، هذا إنما يهم الحافظ، قد حصل له هذا اللوم الوالد. تابع سيدي. عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء. نعم، تابع. فجاءت سكبت له وضوء، يعني صبت الماء، الوضوء والماء. فجاءت هرة لتشرب منه فأسغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بندس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. نعم. قال يحيى، قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. في فمها، لأن يرى في فمها نجاسة. نعم. هنا في هذه ما يسمى بسؤر الحيوان، سؤر الحيوان، سؤر الحيوان الطاهر أصلا، كما هنا هذه الطوافة عليكم، فإنما تأكل من أيديكم، تسلمون أي شيء تقدموا لها، لكن ما يعرضوا لها أحيانا مما يخرج عن هذا الذي تقدموا لها، هذا لا يجعلها إلا أن ترى في فمها دم فأر النجيس أو شيء مما يلوث الماء، فهذا لابد، هذا تعقيب مالك رحمه الله، إمام مالك هنا، إلا أن يرى في فمها نجاسة، أما وليس في ظاهر فإنها من طوافين عليكم. معنى ذلك العلة هي علة الطهارة، هو هذا الطواف، تأكلوا من أيديكم وما تأكلونه وتقدمونه ليس إلا طاهر. وذلك شوف هذا الرفق بالحيوان كيف أصغى لها إناء الوضوء، إناء العبادة، أمال أصغى هي أمال برفق، فقد صغت قلوبكما، أي مالت بعض الشيء عن أصل الطاعة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صغت زاغت، صغت أصغى لها، أصغى لها الإناء، أصغى لها الإصغاء، تحتونا أن تميل بأذنك إلى جهة السمع، فالأصل فيه هذا لون من وين الميل. تابع سيدي. قال مالك رحمه الله: لا بأس به إلا أن يرى في فمها نجسة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد. لماذا؟ لأن النجسة ولو قلت قلنا تؤثر في قليل الماء، في إناء فيه قدر ما يتوضأ به،
فقليل النجاسة يؤثر في قليل الماء. لماذا؟ لأنه يظن أنه يستعمل في عضو ما، وأنت الماء هذا الذي يكفيك، فلو استعمل ذو كله في وضوء الذي في القدر الذي لا بد أن تكون قد استعمل ذو في أحد أعضائك. فقليل النجاسة يؤثر في قليل الماء. تابع معي سامس. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. قال: لا تخبرنا، ليش ما يجب أن يسأل عنه تحريا؟ هذا نوع من التكلف. لا، السباع ترد علينا، معنى هذه الأحواض نصنعها نحن، ثم قد يجي من يشربها ليس احنا وضعنا أصلا لهم. أحواض توضع إما لسقي النخيل ولغيرها ولجميع الماء لمقصود ما، ثم تردون السباع يعني الوحوش العادية، ذئاب وخلاب عادية ونحوها. السباع تطلق على كل عاد مفترس، نعم، يفترس الحيوان. قال: لا تخبرنا، هذا نوع من التكلف يدخل على صاحبه الوسوسة في الطهارة، وهي من الأبواب التي ينبغي الحذر منها المتعبد. تابع شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للوضوء شيطانا اسمه خنجب أو خنجب. تابع شيء، لا بد من أن تنتبهوا لهذه المسألة. تابع. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. هذه إن مخففة من ثقيل، هذا أحد توجيه المصريين، يعني إنه أي شأن، إن كان، والكوفيون يحملون على أنها نفي وعلى أن لم يتوضأوا على معنى الاستدراك، يعني ما كان الرجال والنساء إلا وهم يتوضأون على هذا النحو، يعني لكن التخريج البصري وأنسب. إنه أي شأن في هذه المسألة هو أن النساء والرجال كنا يتواردن على نفس الماء للطهارة، ولشهده بلازم أن يكون معا، يعني يكون هنا الجمع في الحال، وإنما الجمع في المحل، لأنهم يتواردون على التناوب، يتوضأ الرجال ثم يجون النساء فيتوضأ، أو العكس. في إشارة إلى مسألة الوضوء بفضل كل بالنسبة للآخر، جواز التوضؤ بفضل المرأة بالنسبة للرجل وفضل الرجل بالنسبة للمرأة، وخصوصا مسألة تتعلق بفضل المرأة عندما. نعم. تابع. قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يجب من الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن. أم ولج هي الأمة، الأمة تزوج بها سيدها فولجت، تحولت من أمة إلى أم ولد، لأنه لا يمكن أن يكون ابنها رقيقا، أنا يحرر عليها لأنه لا يملك الإنسان ولده، لا يملك الوالد ولده، فيحرر عليه ضرورة، فتسمى هذه زوجة أم ولد، فلها أحكام خاصة في الفقه الإسلامي. فرقنا بين الرق وبين أم الولد، بين الأمة والإماء، وبين أم الأولاد، أمهات الأولاد. من هذا؟ عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذير. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. يطهره ما بعده، هذا باعتبار أنه إذا كان يابسا وتعرض للدم، أما لو كان رطبا وكان أثره في الجو فلا يمكن أن يقال يطهره ما بعده. أنا قد يعلق بك نوع من النجاسة التي قد تحمله ثم يجي فتصرفه عن الأتربة التي ستجيء من بعد، لكن لو كان رطبا وكان أثر النجاسة فيه فهذا لا يطهر به بالسحب مثل اللون من لون السحب. تابع. قال: وحدثني عن مالك رحمه الله أنه رأى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقلص مرارا، بدليل أنه شنو؟ يطهره ما بعد. الطهارة إنما تقال الشيء تطهر إذا زالت النجاسة عنه عينا وأثر، أما يقول أنا أغلف طهيرا كيف؟ إذا كانت لحصة الطهارة معناها أنه شربه التوب وتلبس به ولا يقوى ما بعده على أن يزيله، فهذا له حكم آخر. تابع. عن أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. هذا القلش نوع قيء، قيء الابتدائي،
يعني أن يخرج الإنسان من معجسه أو من حلقه ما كان قد طعمه إلى حدود فمه، فبالحقيقة القيء نجس. وهو في باب الصوم إذا رجع كان مبطلا للصوم أو من القيء، لكن هل يبطل الوضوء عندنا؟ لا، وإن كان مبطلا عند آخر فلذلك نص عليه خروج النجس، لأن هذا نوع من العذرة خرجت بعد التغير طعام، فإنه يقال في هذا قيء نجس. لكن إذا كان قلسا، لاحظونا، بل حتى لو كان قيء كما سيجي ليس فيه الوضوء، إن لا يعد فيه من موجبات الطهارة الصغرى. تابع؟ فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى هذا ربيعة الرأي، هذا من شيوخ الإمام مالك الأجلاء، كان يقلس مرارا، معناه يخرج أحيانا شيء من بعد التجشؤ قد يخرج لك يرجع شيء من طعامك، فهل هذا الخروج يجعلك أن تتوضأ؟ قال رأيته يقلس مرارا ماء، لأنه هذا يكون طعام أو ماء قد يخرج من فمه، هو أقل ما يكون من القلس لو كان ماء، يعني بحجم الفم أو دونه، وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ. نعم، تابع. قال يحيى رحمه الله: سئل مالك رحمه الله عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فمه. لأن الغسل الفم هنا من نجاسه القيء، لاحظت، وليغسل يتمضمض هكذا وجوبا وليغسل فهه من ذلك، هذا إذا قلس طعاما، لكن لو قلس ماء فهذا لا يغسل ولا يتوضا مطلق، لأن هذا مجرد ماء. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا. قال يحيى: وسئل مالك هل أعيد سيدي هذا الحديث؟ قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط هذا التحنيط هو تطيب الميت بعد غسله، يطيب من الحنوط، هذا هو جعل الطيب في جسد الميت وتوبه، فهذا يعني يشير إلى بعض المذاهب التي تجيب الوضوء أو الغسل أحيانا. أنا قال: من حمل الميت فليتوضأ، وفيها رواية، لكن هذه الأشياء لم يصح في مذهب مالك ولم يصح عنده فيها شيء، فالذي في صح عنده هو هذا. تابع: حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. لم يتوضأ لا من غسل الميت ولا من حمله، لم يتوضأ فضلا عن أن يغسل، معنى هذا فيه ليس هذا من موجبات الوضوء، ليس من موجباته ولا من أسبابه. تابع: قال يحيى رحمه الله: وسئل مالك رحمه الله هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء. قال رحمه الله تعالى: باب ترك الوضوء ممن مست النار. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم أكل كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. أكلها يعني مطبوخة، مستها النار، ده لحم مشته الله. وهو عقد هذا الباب أنا لرد على أن آخر ما كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو فرضنا أن هذه المسألة كان فيها النهي ابتداء، فإنه نسخ خاصرا ترك الوضوء مما مست النار آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمرين، ما سيبنا إن شاء الله رواية في تابع. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بن حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله. صهباء جونا بالمد أردون بجهة خيبر، أرض تاريخ خيبر. سابع شدي. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق. أزواج جمعوا زاج، أزواج ما مع الناس من جاج. تابع شيء. فلم يؤت إلا بالسويق. السويق هذا قمح وشعير محمص يعني محروق، ثم مطحون دقيقا، ثم يترى معناه يبلل بلبن أو ماء ثم يؤكل. هذا ما غادي إذن هذا طعام مسته نار، طعام السويق قمح وشعير مسته نار محروق ثم يدق ناعما ثم يترى معنى يبلل بما ينوم. نعم، تابع. السويق فأمر به فتري. تابع. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. يعني المضمضة هنا لإزالة العالق بالأسنان حتى لا يشغلك
في الصلاة وأنت تقرأ أو تذكر تشتغل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، أي لشغلا عظيما بها، عن الاشتغال بغيرها، شغلا بها عن الاشتغال بها. معنى هذا في صلاة كل ما يشغلك ينبغي أن تتركه، كل ما يشغلك ما في سواء شغلك متصلا أو منفصلا، منفصلا كالرؤية أو متصلا كأن يكون في سنك أو في ثوبك أو شيء يدعوك إلى كثرة الاحتكاك أو شيء من ذلك، فينبغي أن تدعه. نعم. شباش. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفان بن سليم أنه ما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. تعشى والعشاء يكون فيه طعام مطبوخ بلحم أو بدونه، فمسألة أهم. شبه. وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان نعم أكل خبزا، ولد أبان ولد سيدنا عثمان. نعم. ويروي عنه كثير. شبه. أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. ولم يتوضأ، أنا هذا أشني فيه استدلال بالحديث ثم بآثار الصحابة، يعني آثارهم الفعلية، ينقلونه ليؤكدوا أن المسألة لم يكن يعملوا بها، لم يكونوا يعني يتوضعون من أكل لحم، ما لم يلاحظوا أن تعشى يعني فيه لحم دون لحم الإبل دون لحم كذا، بل مطبوخ طعام. إذا المسألة ترجع إليه للأكل مما مست النار، كان لحما أو غيره، اللحم دائما غالبا لا يؤكل نيئا، فهو المتعين في مثل هذه المسألة، والذي ينصرف إليه النظر ابتداء فينا. تابع. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. قال رحمه خلفاء الله فيه خلفاء كل من أربعة لم يكونوا يعني يتوضؤون لأكل لحم، ما لاحظتنا لم يكن ناقضا عندهم حتى يجترهم إلى، بل يقصدون إظهارة أنه لا ينقض. تابع شيء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس هو آخر معالي، هو آخر رابع الخلفاء، ذكر عثمان ذكر أبا بكر الصديق وذكر علي في الكتابة، كان لا يتوضأان مما مست النار، مما فدخلت لهم كلها. شابع شيء. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة أن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال: رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. نعم. هذا يكون عامر بن ربيعة. تابع. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي عبد الله بن عامر رأى الصحابي عامر بن ربيعة يفعلون هذا، استدلال بفعل الصحابة ولا يفعلون هذه الأشياء إلا أن توقف، خصوصا حين تتفقون. تابع شيء. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول: رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. شابه. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن منكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرسله، فهذا أيضا كنا هذا من شيوخ مالك، هذا شيوخ مالك لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. شابه. وإمام جليل محمد بن منكدر. شابه. دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. لاحظوا، إذا معنى يدل على أنه إنما توضأ أولا لا لعلة الأكل، خشيا يظن أنه فأكل من بقيته ثم قام للصلاة فلم يتوضأ، أول مرة لاحظه وأكل من لحمه ثم توضأ ثم رجع ليتم ثم قام ولم يتوضأ، لا على المسألة إما أن تكون اختيارا وإما أنه أراد أن يثبت بينه ولم يتوضأ ابتداء لأجل ناقض مثلا ما يظن من أن الأكل ما مسته النار ناقضا، وإنما لأنه لم ينقض وضوءه بالنواقض المعلومة. تابع سيدي. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري. موسى بن عقبة من أعلم الناس بالمغازي، قال عرفوا الناس بالمغازي ومن روية عنه محمد موسى بن عقبة. تابع سيدي. أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. أنكر عليه أنه كان في العراق وليا وكانه تأثر بفقه العراقيين، فلما أكل معهما قام فتوضأ، فأنكر عليه الصحابيان الكبيرين
أبي بن كعب أبو المنجر اللي كان مش عارف مين يهنك العلم أبو المنجر وأبو طلحة قال عراقية يعني هذه الفعلة منك على مجابيه للعراقي في الرأي في المسألة قال أنا ليتني لوافع حتى تعرض لي نقضية علينا نقد الكبار نقد الكبار هذا مؤثر لنا هذا من شغر الصحابة أنس هذا من كبارهم قال وقام أبو فصلى يا يعني أمامه ولم يتوضأ يعني تباش قال رحمه الله يدل على أن المسألة محسومة وليس فيها اللوم أن المسألة فيها إعمال رأي أولئك في مشاغل الدين تابع قال رحمه الله تعالى باب جامع الوضوء حدثني يحيى عن مالك بن شبيب صاحبنا جامع الوضوء كما عقد في خاتمة جامع الوقوت ما بقي من أشتات الأحاديث التي تتناول موضوع الطهارة يجمعونه لاحظوا عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال استطابة هي الاستجمار استطابة أو الإطابة هي تطيب بإزالة النجاسة استعماله ما يزيل النجاسة لأن إزالة النجاسة تطيب غسل النجاسة تطيب استطابة طلب تطيب هذه الأشياء التي تتعلق بها النجاسة من مخارجنا تابع فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار أولا يجد أحدكم ثلاثة سئل عن الاستطابة معناه هل فيه رخصة في تركيا قال إذا لم تجد الماء فألا تجد الحجار تزيلها لأنه يلزمك الاستطابة عليك بالاستطابة إن لم يكن بالماء فليكن بالحجار أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار معناه إن لم يجد الماء أفيفقد الحجر معناه لا عذر لكم في عدم الاستطابة النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الطهارة تابع سيدي قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم به ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض الفرط هو السابق لتسوية السقي لإعداد للذين سيجيئون من بعد ليسقيهم الذي يسبق إلى محل الماء ليعج الأكواب ويهيئ للذين سيجيئون اسم فارط وفرط كذا في اللغة ويطلق أيضا حتى على الشفيه المتقدم في دعائنا للطفل في صلاة الجنازة وجعلوا اللهم فرطا لأبوي فرطا معنى شفيعا يتقدمهم فيستقبلهم هناك بالشفاعة كان هذا النبي أنا فرطكم أي الشافع لكم الذي يسقيكم من يدي أنا أسبقكم إليه وإذا قال صلى الله عليه وسلم مماتي خير لكم وحياتي خير لكم أنا في كل أصوات الوجود اللي نحتاجك صوت من أصوات الوجود في التصور الإسلامي ثم إن ذلك إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة أين ذكرت في سياق الحديث عن مراحل الوجود كلها ورقة خلق الإنسان من سلالة ثم جعل النطق ثم إنكم بعد ذلك لميتون صوت آخر من أصوات الوجود ثم إنكم بعد ذلك ثم إنكم يوم القيامة تبعثون هذه أصوات متصلة هكذا في تصور المؤمن لله تبارك وتعالى فليس الموت عند من وإنما هي انتقال إلى وجود برزخي فوجود إعادي للخلود حسب ما يقصد عدل الله أو فضل الله ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بفضله وعونه نعم وقلنا بصلاة أنتم أصحابي وإنما وجدت لو لقيت إخواني كيف النبي صلى الله عليه وسلم وزع هذه الصفة على أتباعه ممن أدركوا وممن لم يدركوا أنتم أصحابي إخواني بالإسلام ما في ذلك شك وجدتم الصحبة وهؤلاء إخواني بالوصف بالاتباع والإيمان ولكن الصحبة لم يدركوها فوجدت لو صاحبتهم أنا لو أني لقيتهم يعني يريد نفسه أن يتفضل على الكل بالصحبة ولكن تود محبة رسول الله لأمتي
فحجب كيف لا نخص نبينا بالحب الذي يناسب مقامه الشريف صلى الله عليه وآله. قال له يا رسول الله هل تعرف أمتك؟ قال كيف لو كان لأحدكم خيل فيها غر محجلة بياض في الناصية وبياض في الأرجل والأيدي وهي قلة وفي خيل بهم من دهم يعني يضربون للسواد وبهم يعني ليس فيهم شارة تخالف اللون الأصلي فيهم لا شيء فيهم تخالف لون البهم لون الدهم لون الدهم فيه فقال أيخفى عليه خيل هذه قال فكذلك أمتي يخصهم الله تبارك وتعالى بنور الوضوء في وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم تحجيلا وغرة في الناصية فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن هذه الغرة خاصة بأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يشير إلى أن الوضوء ليس في شرائع من قبلنا أو إنه ليس بهذه الصفة في شرائع من قبلنا. نحن عندنا نوع من الترغيب في الطهارة والحرص عليها وإدامتها ولا يداوم على كمسيجون على الوضوء إلا مؤمن فيغنصاتهم بهذه أنوار من تطهر للصلاة تكونون على هذه الحال من تميز بنورانية تمشي بين أيديكم وبإيمانكم. ثم قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء من الوضوء أي من أتره تابع وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجل عن حوضي هكذا في رواية يحيى فلا يذادن يعني في على أن لا ناهية معناها فلا يحصل منك لا يحصل منك شيء يجعلك في محل الدود عن الحوض أن تطرد من دونهما امرأتين تذوذان أي تدفعان أغنامهما عن العين عن المورج يدفعانها يذاذان أي يطردان ويدفعان عن هذا المقام مقام السقي من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله كما يطرد البعير أو يجاج بعير الضال الذي لا صاحب له يريده فيدفعه الناس عن الموارد لأن تعلمون أن سقي الجمال له صفة وله أشياء حتى قال قائل زيد أوردها سعد وسعد المشتمل ما هكذا يا سعد معنى أن لإراد الإبل طريقة وهناك التي ما يسمى بتخميس السقي وتسليت السقي وتسبيع السقي أنواع في البعير الشاري الضال فهذا الذي لا يعرف كيف يريده وكيف يسقيه وكيف فإنه يضيع ويطرده الناس عن المرد لأنه ليست حصته لا يعرف كيف يعرف هكذا قال لا تجيئونني على هذا فيكون هذا في هذا اللون من لون التحذير لنبينا صلى الله عليه وسلم حتى نكون على الصفة التي يريدها حتى لا تنطفئ أنوار الوضوء بظلمة أخرى تعارضها فلا يكون ذلك كافيا تابع وناديهم ألا هلم لا تتنبيه لا تتنبيه واستفتاح أهلم أي تعالوا وهذا ما يستعمل في المذكر والمؤنث والمفرد نا عند الأفصاحي وإلا هناك من يجعله مع التنائل هلما وهلما وهلموا ولكن الأفصاحي هلما إلينا ولا يتو البشر يقولون هلما إلينا إذا يقولون الجمع نعم اسم فعل بمعنى تعالوا وأقبلوا فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقولوا فسحقا 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 فيدعو عليهم صلى الله عليه وسلم بالبعد ما جاءوا قد بدلوا بعدك وتبديل هنا يعني الخروج عما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه من هجيه فلذلك يحذر الإنسان أن يخرج عن هذا خصوصا في مقامات الابتداء الكبير دقنا على عقيدة فنخرج عنه على نهج فندع ونبشر بخلافه قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين لاحظون الإمام مالك رحمه الله كيف أنه يتمم ما في الأحاديث مما يحتاج إليه صح
ما قال سيدنا عثمان: لولا أنه في كتاب الله ما أحدثكموه ما حدثتكم. قال يعني ما هذا الذي في كتاب الله والذي لولاه لما حدثهم به؟ هو هذه الآية التي قال الملك أراه، أي أظنه يغلب على رأيي، أراه كذا بالضم، أظنه يغلب على رأيي أنه يريد يقصد هذه الآية: ويقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات، أي الصلوات، الصلوات الخمس أساسا يجهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. احنا أن الوضوء والصلاة في أوقاتها سواء كانت تتعلق طرفي النهار الصلوات النهارية يعني الفجر والظهر والعصر، والزلف من الليل المغرب والعشاء، الزلف معنى أزلفا عن القراءة، معنى أطرافا من الليل، قطعة من الليل، القطعة الأولى فيها المغرب ثم القطعة الأخيرة فيها العشاء أو في أوساطها، فهذه صلوات نهارية والليلية. وفعلها النحو الذي أصار يحسن، يتوضأ فيحسن ثم يصلي الصلاة، شو لحدنا أي يقيم هذا يصلي يكفي، لكن يصلي الصلاة إلا غفر له، يعني يصلي الصلاة أيضا فيتم، هذا فيه بيان. تابع شيء قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم ذلك ذكرى للذاكرين، ما دي عظة تنبههم إلى ما ينبغي أن يأتوا من الصلاة من أجل تكفير ذنوبهم وغفر ما يأتونه من سيئات حسنات، يذهبن السيئات ذلك، وتبع السيئات الحسنة تمحو هذه من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. تابع. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي أن رسول الصنابحي الصنابحي بالفتح والضم كلاهما ضبط بهما، هذا هو مرسل، هذا فهذا ليس صحابيا من التابعين، الله الصنابحي أو الصنابحي. تابع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه ثم تخرج حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. أنا ما يقع بالوضوء فقط يغسل عنك ما علق بهذه الجوارح مما كسبته، وهذه أسرار علمها منزل هذا الوحي أو ملهمه النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأشياء حين تدخل الطاعة ما هذا إنما يغسل هذه الأشياء الظاهرة، لكن حين تدخل هذه النية التقرب يتحول إلى شيء آخر، فيغسل عنك حتى الظلم الباطنة، لأننا حين نكتسب الشيئات أترى الأول ظلمة فيك في سرك من جهة الجارحة التي أدخلت الظلمة إليك، ثم لها أثر أخروي إذا لم يغفر الله عنك يغفر الله لك ويعفو عنك، لكن الأثر الأول هذه الأشياء من الطاعات، هذه الألوان من الطاعات تدفع هذه الظلمة. تابع شيخ. قال: وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتهما يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الحمد لله، اللهم لك الحمد. والخطيئة ما يقصد من العصيان، يقصد فيه التعجيل، الخطو والخطأ هذا المهموز والمعدل متقاربا، خطأ إذا تجاوز الخطأ إذا تحرك إلى جهة ما، وأخطأ وخطئ بالكسر هذا إذا قصد الإساءة أو الفعل الخطأ، قصد الخطأ، أما أخطأ فهذا يعني جل من غير قصد، لكن خطئ هو تعمد الخطأ، تعمد فعل الخطيئة. تابع شيء. خطيئة فاعلة معناها مخطوء في فعلها، أنت مخطوء في فعلك، هي مخطوءة معناها مفعولة على وجهة الخطأ، أو أنت خاطئ تكون معناها فاعل معناها أخطأت في فعلها، معناها قاصد
لفعلها على هذا النحو. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر، فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا من 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 كرامات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزاته. كرامة لأنها مؤنسة للصحابة، ومعجزة لأنها آية في بابها لمن رآها أو نقلت إليه بما يفيد العلم. فإن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخرج الماء الذي يكفيها الجماعة الجيش هذا، فمن بين أصابع من بين اللحم من لحم الحي كيف يخرج؟ فقالوا العلم: هذه يعني أغرب من خروج الماء من الحجر بضرب العصا من موسى. هذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هي في معناها أقوى مما خص به الأنبياء ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الحجر، أن يربع الماء من حجر هذا شيء معتاد، لكن بضرب العصا ليس معتادا. لكن هنا أن يخرج من جسد ليس معتادا به حتى ولو كان فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه لاحظنا حين عدم الناس الماء ووجد عند بعضهم ماء، فكانت آيته في محل الحاجة ورفع المشقة. ما النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يتطوع بهذه المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلها في محل العبث أبدا، بل أحيانا حتى الذين يطلبونها ويقترحون وقالوا إنه من لك حتى قل ملقنا الله يلقن سبحان ربي كنت إلا بشرا رسولا. أنا عبد، يعني المعجزات فعل الله يجري على يد عبده ووليه ورسوله. تابع سيدي. قال: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتي حسنة. المجمر قال إنه كان يشتغل، أو المجمر كان يشتغل بجمير المسجد. لاحظ إذن فلقب بهذا اللقب، وجمير المسجد وتطيبه هذه من رفع المساجد شريطة لا تكون في محل الشغل، شغل الناس. تابع شيء. فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوته حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا. فلا يسعى أنا لا يسرع في مشي، بل يمشي عليه السكينة حتى ولو سمع الإقامة، ما يدل على أن مسألة إدراك جزء من الصلاة بالكمال خير من إدراكها كلها بالنقص. تصليها وأنت منزعج وأنت تستبي بجاكر. نعم. تباش. فإن أعظمكم أجر أبعدكم دارا. قال لما يا أبا هريرة. شهادة التعليل هذا يدل على أن إنسان يمشي على، لأن الإسراع يقلل الخطو، الذي يكثر الخطو هو التأني، بينما الإسراع والعجلة وربما الجري فإنه يجعل خطواتك ممتدة. لا، من ذلك علل به التعليل: فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا لكثرة الخطى. من أجل كثرة الخطى. تابع. قالوا لما يا أبا هريرة؟ قال من أجل كثرة الخطى. قال: وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الضائط بالماء. مسيب قلنا هذا معنى. فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. قال: وحدثني عن مالك. وضوء النساء معناه مبالغة في أنه يكفي في الطهارة في الاستجمار، قال في الاستطابة أن يستجمر الإنسان بالحجر أن يزيل، لا إلا لذلك. إنما بالنسبة للنساء، لأن أشياء تكون بالنسبة لنا منتشرة، وذلك من كان مثله النك الذي يصيبه يكون بطنه رقيقا وذلك، فإنه يلزمه الاستنجاء بالماء. لا، لكن أن يحرص عليه حتى يقول إذا لم أفعلها لا توضأ أحدنا فتكون شبابا في تركه الصلاة أو تأخيرها. فإذلك هنا قلنا هذا وضوء النساء، ما يلزمهم، ما أنت لا يلزموك وقد خفف الله عليك، فإذا لا جعله جري على لتأخير الصلاة أو تركها إلى حين توفر الماء. شابع سيد. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. لاحظ، ما كاينش تناسب بين أحاديثه
الجامع، لأن الجامع اسمه جامع، أنا جمع ما بقي من أحاديث في الباب تحت هذا المسمى. وسيجيون إن شاء الله في كتاب الختم اللي هو الجامع، كيف جمع ما بقي عليه في موطئ كله في أبواب ستة ليذكره هناك. واضح؟ إذن هنا حديث عن أن هناك نوع من الشيء الواردة عن الشرع لا ندري سرها، فتبقى هذه محمولة على التعمج بها، وهذا منها عند مالك رحمه الله. وأننا لماذا نغسل الذي ولغ فيه الكلب أو شرب فيه الكلب سبعا بالخصوص؟ قال تعبجا، وإلا فهو عنده طاهر، وبالتالي فما يستحلب منه طاهر، ما يستحلب منه طاهر، كل حي في مجاب مالك طاهر. اللهم إلا إذا رأيت مثله مثل، إذا رأيت شيء في فمه فوصلت هذه النجاسة إلى مائك. ثم يقول من أين خرجت؟ قال من قضية سبع مرات، مع أنه مطلوب في النجاسة إزالة عينها ولو تكون بمرة واحدة أو مرتين، فلماذا السبع؟ قال هذه مسألة تعبدية، كما لو تغسل يديك وأنت طاهر الجسد خرجت من حمام، ويلزمك الوضوء تغسل يديك الذي يعني في أصلها طاهرتين تعبدا، الله أمرك بالوضوء على هذا النحو. وقيل إن هذا الغسل نوع من الاحتياط لما يمكن أن يكون في ذلك من أدواء وأمراض سرية. وقيل بأن المباحث الجديدة تشير إلى هذا المعنى، فلو صحت إن شاء الله يمكن أن يعلل ببعضها تأنيسا أو تأنسا. إذا شرب الكلب يطلق على كل شبوع ضار، ربما الذي يعيش على أكل الحيوان، وغالبا الأكل من الحي نجس، ما تصل منه شيء أو الدم تاعه الذي فيه ويجعله الفم ملوثا، فربما يكون هذا، ولكن ليس فقط لإزالة النجاسة منه ولو لم ترها، وإنما ما يحتمل أن يكون من أمراض هناك. حتى قيل إن في لعاب الكلب 20 داء، أصول ل20 داء، لماذا في المباحث البيطرية اليوم والطبية تقول هذا؟ لذلك الكلب إذا اقتلعه الواحد يلزمه أمور تجعله يعني يستثقل تحمل بعضها. إذا ولده صلبه لا كلبه، فكيف يعني يصر على البقاء على إبقائه معه إلى الحاجة، هو فيدفعه عنه ويجعله في محله الواحد. فليغسله سبعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفره من اقتناء الكلاب، يعني إذا كان ولغه بأدنى فلما تقربه. ثم نسأل يقول لا تدخلوا الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة. نعم، فيه كلب يعني كلب محترم، كلب يشتغل في الصيد وكذا، هذه محبوس في زاوية من الزوايا بعيد البيت، هذا لا شيء. من يكون كلب يقتنى لمشاغل أخرى بعيدة عن الحاجة والضرورة فهذا ليس من مجابنا في الإسلام، مجاب الصحابة. تابع سيدي. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. إلا مؤمن، معنى أن الوضوء من شعاب الإيمان، والمحافظة عليه الدوام عليه، متى ما حصل ناقض توضأت، أنت مجتهد للصلاة ولقاء الله، حتى وأنت تريد النوم تتوضأ لنومك إذا كنت ناقض، يا تستقبل الآخرة النسبية، يعني تستقبل الموت الجزئي، الموت النسبي باش بنوع من التطور. نعم، إذن هذه لاحظنا من شعاب الإيمان. تابع سيدي. استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة. نعم، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حافظوا على الوضوء إلا مؤمن. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. نعم، قال انتقل من باب الطهارة إلى الطهارة المائية إلى ما يغسل إلى ما يمسح، هنا يجي إلى ما يمسح من أعضاء الوضوء، لأن المسح كان الأصل هو الغسل، ثم هذا المسح في الوضوء استثناء، لأنه المسحان عندنا شيئان، الرأس والأذنين، والأذنان من الرأس كما شاء يمسحاني بمسحي ويغسلاني بغسلي ويقطعاني معه. ما جاء في المسح بالرأس والأذنين، أي مسحهما بالماء، فدخلت الباء هنا فاصلة بين المسوح به، ما جاء في مسح الرأس.
لا في المسح بالرأس، أي في مسح الماء بالرأس ولو مقلوب، أي في مسح في المسح الرأس بالماء. جعل الأجاج هي الأداة محذوفة. تابع سيدي. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. لأذنيه، يأخذ بأصبعيه لأذنيه، اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى لنتيسر عمله. تابع سيدي. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء. حتى يمسح الشعر أو الشعر، كلاهما صحيح، من فتح العين أو السكينة. لا حتى يمسح، معنى ليس حتى يمسح معها، لا حتى، معنى إلا أن يمسح الشعر، هذا هو المراد، إلا أن يمسح الشعر، معنى الشعر لا بد من مسحه على الصفة التي سبقت، يقبل بما إلى قفاه ويجول بما إلى نصيته. واضح سيدي. تابع. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه. تفهم من الحديث الأول أنه حتى يمسح الشعر بالماء، أي معه ثم يكمل على ما قال له، كان ينزع فيشي بالآثار الأخرى التي تكشف كل شيء وتوضح ما كان عنده، كان ينزع العمامة كل ما يعم الرأس، كانت هذه العصابة التي تشتبه كما هناك أم كانت طاقية غيرها، كل ما يعم يعمم الرأس عمامة، آلة التعميم تعصيبا وبدونه. تابع. ويمسح رأسه بالماء. تابع. وقال وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. ونافع يومئذ صغير، معنى حتى لا يقول قائل لما نظر إلى شعرها وهذه لم تكن من محارمه، قال لم يكن مكلف هذا، ونافع يومئذ صغير. وفيه جواز أن يتحمل الصغير الشرع إذا كان في محل التمييز، ودعا قدر البخاري في كتاب العلم باب متى يصح سماع الصغير، وأورد حديث محمود بن الربيع قال عقلت مزجة مزجها رسول الله في وجهي وأنا ابن 50 سنوات، عقل هذه ورواها بعد أن كان في محل الأداء. هذا العقل شرط في التحمل، الوعي شرط في التحمل. تابعش. حتى الكافر لو تحمل شيء في كفره شاب ما يدير شي حاجه ثم اسلم جاز له ان يؤدي ما تحمله في حال الكفر بعد الايمان. قل اشهد كنت ارى النبي يفعل ذلك، يجوز لي ولا ما يجوز لي؟ ليس لا، كنت كافرا فلا يصح لك التحمل مطلقا. لا. تابعش. قال نقرأ عند مالك، لا يجوز عند مالك، هذا نقرأ الآن، هذا دستور وجابع مالك وهذا أصوله وأخذيته. تابعش. قال يحيى وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل والمرأة على عمامة ولا خمار ولا يمسح على رؤوسهما. ناحية كيف دير؟ لا ينبغي، وهذا في محل لا يجوز، ماشي في محل ترك الأولى، أنه ترك الأولى، فذلك لو فعل ذلك عنده لما كان ذلك مبطلا لوضوئه. تابعش. تابع. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. ما يدل على فرضية المسح، لا تركوا فرضه بطول افعلوا فقط وبالقرب الموالي يكمل، معناه إذا كان فعلنا ترك فرض من فرائض حتى صلى وحتى جفت أضاءه ثم تذكر، هذا يعيده وحده ويعيده ما صلى إن كان صلى، لأنه ترك لم يكن كامل الطهارة، معنى ترك فرض، ترك فرضه بطول افعلوا فقط، افعلوا ذاك الفرض غسلا أو مسحا وبالقرب الموالي يكمل، وإذا تذكروا الأعضاء لم تجف فإنه يفعل ذلك من كمسح حمة رأسه ويغسل رجليه أو نسي وجهه يغسل وجهه وما بعده من يدين ومسح الرأس ثم يكمل، الموالي يكمل ماشي يبتدي يستأنف يفعله ثم الموالي يكمل. تابع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مسح الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زيد. مسح على المتصل وهذا مسح على المنفصل، لاحظتوا المناسبات موجوده فيه، مسح المتصل وهذا وهذا مسح على المنفصل الذي هو جائز أن تكون بدون جوارب بدون خفين أو جوربين. تابع. من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة. ومن ولد المغيرة، قال شداد أيضا مما حصل فيه التوهيم بالنسبة لسيد يحيى بن يحيى الليتي في هذه، من ولد المغيرة ومعناه
وهو، هذه كنا قال شيء في التصحيف، التصحيف الذي حصل له التحريف هو أن ديك من ولجي أن ولجي ديك ديك من يعني ولجي المغيرة أو ولدي المغيرة اللي هما إما عروة وإما حمزة وهما معا، وهم الذي عن أبي المغيرة، لأن العباد بن زياد ليس من ولد المغيرة ولا يعرف إنهما نسب، تحدث ولا لا؟ فهذا إذا المردود لأنه ترد على جلة التاريخ. نعم تابع سيدي. ذهب لحاجتي في غزوة تبوك، قال المغيرة: فذبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة. نعم. فأخرجهما من تحت كمة شامية، كمة شامية وذلك المدخلين مخرجين جاءها ضيقين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يديه من تحت سابع شيء، فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أمهم وقصل بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم. أحسنتم، يعني كانوا خارجين في غزوة تبوك أسرة العسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما توضأ ذهب يتوضأ وجاء حضرة الصلاة، فالصحابة جمعوا من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعوا خشوا أن تفوتهم الصلاة وشيفا، أما هم عبد الرحمن بن عوف، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فأدرك معهم ركعة، جوازوا اتمام الفاضل بالمفضول، صلى معه النبي صلى الله عليه وسلم مأموما خلفه، ثم فزعوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، خشوا أن يكون أن يعاتبهم على تقدم بين يدين، هذا من تقدم، فقال: أحسنتم لأنكم فعلتم الصلاة وصليتم هذه الصلاة التي نريدها. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى أمته على هجيه. تابع شيء. قال: وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنه ما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد. الكبار ابن عمر حله سعد بن أبي وقاص وهو من أوائل الصحابة وكبارهم، أول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، قال: اسأل أباك حين تعود، يعني اسأل عمر بن الخطاب ليدلك على المسح جائز أو لا، لأنه أنكر عليه المسح. تابع. حتى قدم سعد فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال: عمر، إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرة فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. يعني احتولوا نقض وجوه وعاد أن يتوضأ فإنه يمسح، لكن ذكره بشرط وهو إدخالهما طاهرتين، أي في طهارة شرعية، وسيجي هنا إن شاء الله ما يؤكد عن هذا الغسل في طهارة شرعية، أطهارنا كثيرة. تابع سيد. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه. قضى حاجته هذا في جمع الناس ثم لوحظ وهو يقضي حاجته كما في البراز المعروف. تابع سيد. فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها. نعم. إذن هو كان يتوضأ ثم قيل له هناك جنازة ولزل يتوضأ، لأن هذا ليصلي عليه، ثم دعية وهو يتوضأ، قال فمسح على خفيه ثم صلى عليها، معناه أن المسح على الخفين يكون في الصلاة التي هي صلاة ذات الخروج، ويكون في الصلاة اللي هي صلاة الجنازة، معناه صلى عليها ومسح على خفيه. تابع سيدي. قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قباء. الأشعري كان في هذه الزيادة. تابع. أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويده إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح المرفقين. حسن. المرفقين فتح والكسر. ومسح مرفقي يرفقوا هنا مما شد في باب مفعيل. ويده إلى المرفقين. يرفقوا المصدر منه اسم الآلة شوى أو اسمه مرفق. مرفق. ما مرفق هي أداة الارتفاق، أداة صيغة الآلة. مرفق محل. فغسل لظرفي لظرفينا ومصدر ليس له يفعل ليس منه، رفق يرفخ مضموما فشد منه الكسر، هذا شد فيه الكسر في مصدره وظرفه. تابع.
ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح الخفين ثم جاء المسجد فصلى. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجله أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. بطهر الوضوء على شرط، لأن هذا ماذا فعل؟ بدأ فغسل رجليه أنقاهما يعني في غير طهارة، ثم لبس خفيه ثم أراد أن يمسح عليهما في الوضوء. لا، قال: هزلهما ثم توضأ واغسل رجليك في وضوء صحيح بطهر صحيح، ثم شاهدت لو لبست خفيك فأنا تابع سيدي. فما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. فلا يمسح، هذا نهي، فلا يمسح على الخفين. نعم. قال يحيى رحمه الله: وسئل مالك. أو يكون باب الخبر، ما من أدخل كذا فلا يمسح، أي ليس له ذلك، فيكون باب النفي، النفي الذي هو في معنى أنا لا يحل لا يفعل ذلك. تابع سيدي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. أي يكون كمن الذي ترك غسل رجليه أو غسل وجهه، ترك المسح تضدك وضوءه للصلاة إلا خفيه فليمسح عليه وصلى، ماذا يفعل؟ قال: يعود فيمسح عليهما ثم يعيد الصلاة، وهذا تجفت ويقلنا رجلينهما في محل الأخير ليس بعدهما ما يواليه، هما في الأخيرين تابع. فهم دائما يغسل يمسح عليهما ثم يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. تابع سيدي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. وليغسل رجليه، هو نفس الشكل، الرجل غسل قدميه يعني في غير طهارة ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء، بدأ بالاستئناف والبدء، قال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ ويغسل رجليه، لأن هذا لم يغسلهما في طهارة أو بطهر طهر الوضوء، لا يجزئه ذلك. تابع سيدي. قال رحمه الله: باب العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. نعم، هذه الصفة الأولى، وهو ما يقتصر فيه ما يجب في المسح، ماشي ما هو الكمال فيه كما سيجينا من بعد، الذي يدخل فيه المسح أسفل الخف أيضا على جهة الاستحباب لا على جهة الإيجاب كما في الأول. تابع. هذا عروة وهو من فقهاء السبعة، عروة بن الزبير رأى أباه، هشام بن عروة رأى أباه عروة، عروة بن الزبير يصنعوا دي يمسحوا ظهورهما ولا يمسحوا بطونهما. تابع شيء. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى: هذا محمد بن مسلم الزهري بن شهاب، وهو من شيخ مالك المشاع، من أكثر من روى عنهم في الموطأ وفي غيره، ابن شهاب أمير المؤمنين في الحديث، ومن أوائل من جمع السنة في زمن عمر بن عبد العزيز، جمع السنة فيه في الحاضرة اللي هي حاضرة المدينة. ثم قال له: كيف هو؟ أي اسأله أن يعلمه كيف المسح، فمسح فوق ومسح تحت، وضع يديه هكذا لرجلي هذه، فوضع يديه من هنا من جهة إلى فوق وضع، ثم وضع الأخرى قلب، يعني في الرجل اليمنى يضع يمنه فوق ويسره تحت، واليسرى يضع اليمنى تحت واليسرى فوق، تيسيرا، لأن هذه يسرى أنا تيسر مع سرعة اليمين كما سبقنا فيه، يضع أصبعه في الماء ويغسل بهما ودونه، يعني باليمنى اليمنى وباليسرى اليسرى، لأنه ليس النوع من التكلوح، يقول: أنا أريد أن أتيمن في كل شيء، يسرى تيسر عمل اليمنى وتعينها على يسرى، تيسرها غاية تعطلها أيضا، فهذا باسمها باسمين أخرى تحت شعارات كثيرة. سير سيدي. قال مالك: وقال ابن شهاب: وهذا المسح، وهذا المسح من لا يبطل المسح، يعني أنه لو لم تفعل لا أصبت السنة من سنة المسح، يعني هيئات مختلفة، الهيئة الأولى اللي هي مروية عن عروة، ثم راح تعقيب مالك. قال يحيى: قال مالك: وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك، يعني إمام مالك يرى أن المسح من فوق ومن تحت أنسب، لماذا؟ لأن المسح
بدل من الغسل، فينبغي أن يكون على صفته مما يشمل موضع الغسل وهو محل الفرج. إذا تيسر فلماذا يكون هذا كمال؟ لكن لا يقول إنها ما فعل عروة، قال أحب. وهذه العبارة ليست عبارة إيجاب كما عرف بالاستقراء، في محل أولى. لذلك يجعلون هذه من سنة المسح وليست من فرائضه عند الملك. يتابع سيدي. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرعاف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. ما قد صلى، هذا ما يجيء في الرعاف الذي يعرض للمصلي خروج الدم منه. سبق لنا أن الرعاف لا ينقض خروجه، لكن يخشى عليه من أن ينوت مصلاه أو توبه وهو نجس إذا كثر. يجينا إن شاء الله العمل في الرعاف إذا قل، لكن هنا الصفة. لو رعفت فانصرفت بالشروط التي ستذكر، ولم يتكلم من ضل على حاله في الصلاة، ولم يستجبر القبلة على ما سيجسرت، وكان بقرب قريب كما وناني فيه، جاء إلى إحدى بيوتات حجر رسول الله، أتى حجرة أم سلمة وهي محادية للمسجد، إذا كان القرب هذا هو من الشروط التي استخرج في مجابي مالك عندنا. فغسل أتي بماء فغسل ثم رجع فأتم صلاته. ليه؟ معناه أتم، بنى على ما كان قد صلى، لأنه لا يزال في صلاة. أول لم يكن هناك طول، ثاني لم يستدبر، ما نقض صلاته بأحد بفعل هذا الشيء، ثم رجع لفعل بنى. لذلك عندنا في جميع التفصيل في مسألة متى يبني الرعاف ومتى لا يجوز له أن يبني إذا حصل قطع لصلاته بشيء، تكلم أو استدبر أو طال الزمن إلى ذلك. تابع سيدي. قال رحمه الله: باب العمل في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. نعم، لاحظ هنا هذا قدر من الرعاف لا يبيح الخروج من الصلاة، وهو إذا كان لا يتجاوز أصابع الكف. إذا كف بأصابع الكف كف الرعاف، أصابع الكف استمرت معه، فهذا مما يعفى عن قليله من النجس. هذه من مستثنيات في مسائل النجاسة، الحرج الذي يكون عليه. فالإنسان إذا رعف في الصلاة ثم كان معه، يعني استعمل يديه متصلتين به وفيهما نجاسة، فكف الدم بهذا اللون من لون المسح، يتم صلاته. فإذا زاد عن هذا القدر، يعني هناك إذا وقرب الماء فإنه يخرج ليغسل ثم يتم ما بقي من صلاته. وتختلف أحواله إذا كان مفردا أو كان إماما أو كان مأموما، هذه أشياء مرتبة في الفقه. تابع سيدي. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي. يفتله معناه أنه يعني يدمي أصابعه من الجهات كلها، ما يعجل فيه يسرع لي يخرج من الصلاة، اللهم إلا إذا خشية المسجد أو التلويت. تابع سيدي. ثم يصلي ولا يتوضأ. قال رحمه الله: باب العمل في من غلبه الدم من جوفه. لا يتوضأ، لأن الرعاف غير ليس ناقضا للوضوء، وإنما يقطعها لهذا النوع من لواني الشغل، أو لخوف التنجس، تنجس المحل وأنت تصلي فيه، أو تنجس بدنك وتطهره إذا جاد على الحد الذي يسمح به إذن لا يجوز. تابعش. قال رحمه الله: باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره. لا تعجل كثيرا، نعم شوي، قلنا لكم صعب ترسيل الحديث لنوم من ذكري، نعم، فإذا يتعبك شوية شر الصيري. تابعش. أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الله. وصلى عمر وجرحه يثعب دما. لعنة الله على قتيله.
أبو لؤلؤة المجوسي يقتلون الخلفاء، شوف خلفاء بالشر، شوف. ومع ذلك شوف، قيل في رواية هو غائب من أثر الطعن، ما يفيق، حرقوه، قال أجنوا فإنه يسمع الأذان. فأدنوا استيقظ، واستيقظ فزعا ولم يجي في باله أنه هو بيتك الحال. قال لما قيل له الصلاة يا عمر، قال إيه نعم، لا حظ بالإسلام لمن تركها. فصلى عمر وجرحه يثعب يتفجر جمل. هذا هنا إذا كان الدم للضرورة خرج من جسده ولا يمكن أن يكف، فليصلي، لا يترك الإنسان الصلاة من أجل أن هذا الدم لا يريد أن ينكف. لما يسمى بالصلاة أهم من هذه الوسيلة، ويكونك على لون من الوان التطهر ولا يتيسر، فهل تترك حتى تبرأ وتشفى وتصبح على الله؟ هذا الغذاء الروحي ضروري أهم من هذا، فينتظر إلى هذا. شابع سيدي. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: سيب ومسيب كيف ما تسمي، فقولوا مسيب الله ومسيب، هذا ليس صحيح. نعم تابع. قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إماء؟ قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت. أنا أعتقد هذا، قال أرى، أنا مسألة ما فيها شيء نقل لي شيء غير متحقق منه، وإنما أرى أن يجزم بأن يومئ برأسه، هذا رأيي، أنا رأيي بالراجح، فهو يجزم به أن يومئ برأسه إماء في أجاء الصلاة. مسألة لا تعلق لها باش، وإنما كملها، لا تعلق لها بقضية الطهارة. يومئ ما حتى لأنه وضع رأسه الراعف، مبالغة في الركوع، وضع رأسه يزيد يفتحه هذه المخارج، فتوقين من ذلك يومئ الركوعه وسجوده حتى لا يزيد الدم انفجارا. ما يسمى بسد الدرع، وسيجون هذا من أصول مالك. شوف هتبا سد الدرائع، شوف تابع سيد الدرائع، لأنه لو لم يقل هذا لأدى إلى ترك الصلاة، لأنه كان الدم مستمرا حتى صار أخذ الأدى إلى كيف تصليه الدم مستمر منك وأنت منشغل به. قال يومئ احتياطا لأعم فيه حتى لا يشغله الدم إذا خرج. قال يحيى، قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا هو الأول، أحب ما سمعت أنه يومي. والقائل سعيد بن المسيب هذا من فقهاء المدينة. تابع سيدي. قال رحمه الله: باب الوضوء من المذي. بارك يكفي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بنا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وابتلنا اللهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وصلنا على من عادنا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف، وارزقنا احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتها، ولا هما الا فرجتها، ولا حاجه الى رضا الا قضيتها. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل عليه وعلى اله في الاخرين، وصل عليه وعلى اله في الملأ الاعلى الى يوم الدين، صلاه ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. امين امين. الحمد لله رب العالمين. وفي جمتكم امور سبقت هذاك الاحصان، لانه لو وقفنا عنده لانقطعنا عن التحديث وتدخلنا بالقدر الذي لا يقطع المتابعه، مراجعه لا تقطع المتابعه، هذا الذي نريده حتى في الاملاءات. فانا الاحصاءات لا بد منها، عدد المرفوع، عدد المقطوع، عدد المرسلي، البلاغات، اقوال مالك اللي جواب عن أسئلة وسئلة، لاحظوا كيف يتكرر. فهذا اللون ثم ترتيبه يفيدنا كثيرا، ونستخرج حتى الأصول إن شاء الله في المجالس الأخيرة. أصول مالك 16 تخرج كلها من موطئ مالك، كلها تستخرجونها منها بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين.